السودان. الآن نحن والعالم أجمع يعني نقدر نقول إنه واقف في فترة زمنية محددة بسبب جائحة كورونا، بسبب هذا المرض الصعب العالم أجمع. نتمنى إنه ربنا يرفع البلاء وهذا الوباء يعني قريبا، لكن كمان يعني خلونا نتكلم عن إنه في أسباب أدت لهذا الوباء، ميكروبات، فيروسات، فيروس كورونا زي ما عارف، وغيرها من الأشياء المتوقعة إنها هي تصيب الإنسان. اليوم هنتحدث عن إنه كيف نقدر نحارب هذه الأشياء، كيف نتعرف على الميكروبات نفسها، نتعرف على الفيروسات نفسها، نقوي جهاز المناعي، لأنه في الأخير الجهاز المناعي هو سبب كبير وكفيل بأنه يحميك من كثير من الأمراض والميكروبات والفيروسات وغيرها. وبرضو كنا بنتكلم إنه أكثر الناس المصابين بكورونا بيقدروا يتخطوا المرحلة الصعبة إذا كان جهازهم المناعي قوي. للحديث بتفاصيل أكثر معنا داخل الاستوديو دكتور شفق كركساوي، هي أستاذ مساعد بجامعة أفريقيا العالمية ومدير مركز التدريب والتنمية الريفية بالعلفون، وكذلك رئيس قسم الأغذية بجامعة أفريقيا العالمية. أهلا مرحبا بك دكتورة شفق، صباح الخير عليك. صباح النور، شكرا لكم على الاستضافة الجميلة. دكتورة شفق الصباح حماس. أي والله مش يا شفق، ماخذة اسمك شفق الصباح. طيب يا شفق، نتكلم عن الجهاز المناعي، يعني هو الدرع الحامي بالنسبة للإنسان من اي يعني مسببات، سواء كان فيروسات او ميكروبات او مجموعه الوحكات الصحيه اللي بتكون تدخل للانسان، يعني باختلاف الجهاز المناعي، في جهاز قوي وجهاز ضعيف، طبعا ده بيرتكز على مقاومه الجسم لكل التفاصيل اللي هي حتدخل يعني من فيروسات او ميكروبات. لو تكلمنا في البدايه كده قبل ما نجي لتقويه الجهاز المناعي، يعني شنو ميكروبات؟ يعني الناس بتسمع عن ميكروبات، يعني تعرفها بالنسبه للمشاهد الكريم، بعدك ناخذ في تفاصيل ثانيه. قبل ما نعرف الميكروبات هي شنو، خلونا نعرف انه اي مشكله في الحياه دي او اي مثلا مرض جديد في الحياه دي لازم في الاول نعرف عشان نقدر نعالجه، لازم في الاول نتكلم عن اعراضه، نعرف اعراضه ومن ثم نعرف مسبباته. نفس الحكايه الميكروبات، الميكروبات يا جماعه كائنات حيه دقيقه لا ترى بالعين المجرده، عشان نقدر نشوفها محتاجين لمجهر او محتاجين مايكروسكوب. انواع كثيره جدا جدا الميكروبات، عندنا الطحالب، عندنا الفطريات، عندنا الفيروسات وهو موضوعنا اليوم، عندنا الطفيليات، عندنا أنواع أخرى. تختلف الأنواع المختلفة من الميكروبات دي على حسب احتياجاتها. فمثلا لو مسكنا البكتيريا، جوا البكتيريا في أنواع كثيرة جدا جدا، في ضارة في نافعة، كل الميكروبات أيا كان نوعها، في ضار ونافع، في ضار وفي نافع، حتى الفيروسات الفطرية البكتيريا الطحالب الطفيليات كلها في جزء منها ضار وجزء منها نافع، اللي طبعا نتكلم عن الضار مش كده؟ جزء منها ضار وجزء منها نافع. تختلف الميكروبات دي في شنو، في احتياجاتها، زي ما ذكرت في الاول عشان نقدر نكتشف العلاج يا جماعه، سواء كان لكورونا او حتى الناس الزمان عشان يكتشفوا علاج او تشخيص او علاج لاي مرض، في الاول بيتكلموا عن مسببات المرض، اعراض المرض، ومن ثم يبدا رحله البحث عن العلاج. نفس الحكايه الميكروبات، الميكروبات يا جماعه كائنات حيه زي الانسان زي الحيوان، عشان تقدر تعيش محتاجه للغذاء، وعشان تقدر تعيش محتاجه لبيئه مناسبه. معناها نحن اول حاجه المفروض نفكر فيها العلاج عشان نقاوم فيروس كورونا او عشان نقاوم اي مرض جديد او مرض هيحصل، في الاول نعرف احتياجاتها ونحارب احتياجاتها. مرات لكن طبعا الميكروب نفسه بيكون يعني صعب التعرف عليه بسهوله، يعني زي جائحه كورونا الى الان ما يعني كل مره عندها اعراض معينه مختلفه والاعراض اصبحت تتشابه، والان حاليا هو الفيروس في انحسار، لكن برضه ذكر يعني انا متاكد من المعلومه، لكن ذكر انه الاعراض يعني تحولت لاعراض ثانيه غير الاعراض المعروفه. لكن خلينا نتكلم، بما انه تكلمنا عن انواع الميكروبات نتكلم عن تصنيفها، كيف نصنفها؟ يعني احنا تكلمنا ومركزين على الضار تحديدا، انواع ذكرناها نصنف الميكروبات عشان نقدر نصنف الميكروبات، وبرضه التصنيف بيساعدنا في اكتشاف العلاج او في محاربه الكورونا ولو حتى اكتشاف او علاج من بيوتنا يا جماعه. عشان نتكلم عن تصنيف الميكروبات لازم نعرف قبل شوي قلت لكم الميكروبات جاست لايك اس، زي الانسان زي الحيوان، محتاج لغذاء محتاج لبيئه معينه، معناها تصنيفها بيكون تبعا لغذائها تبعا لحوجتها من الحراره من الرطوبه من الحموضه من الملوحه. مثلا نشوف الفيروس مثلا بتاع كورونا ده بيحتاج لشنو؟ هل محتاج لرطوبه عاليه؟ هل محتاج لحراره عاليه؟ هل محتاج لبروده عاليه؟ بيحتاج لشنو فيروس كورونا؟ يا تبيئه مناسبه، هل مثلا منتشر في السودان كثير؟ هل منتشر مثلا في الدول الاوروبيه البروده عاليه اكثر؟ دي كل حاجات بتفيدنا في شنو؟ انه نصنف فيروس كورونا اللي هو كوفيد 19، احنا لما نقول كورونا معناها المرض، لما نقول كوفيد 19 اللي هو ده اسم الفيروس. لكن يا دكتور شفق يعني في المحور ده بالذات يعني
انت تكلمتي عن المناخ اللي ممكن تعيش فيه سواء كان الميكروبات او الفيروسات عموما ككل، عندي ذكرتي انه حتى في الاجواء الساخنه شهدنا القاره الافريقيه كلها نسبه الانتشار كبيره بتاعت الفيروس، وحتى في الدول الاوروبيه وغير من دول العالم. فهل متاخره يعني فهل هي عندها مناخ ملائم ولا عن طريق تفاصيله وتجديده داخل جسم الانسان بعد تدخل يعني؟ الحاجه دي ما بنقدر نحددها بالسهوله دي، لكن في الاول لازم نعرف خلفيه اكثر واكثر واكثر عن الفيروسات. من خلال الابحاث من خلال الابحاث ومن خلال شنو ناخذ في راسنا يا جماعه، انه الفيروسات محتاجه لجو معين، لحراره معينه، لرطوبه معينه، لحموضه معينه. في جزء منا بيعيش في حراره عاليه، في جزء منا بيعيش في بروده، في جزء منا بيعيش في ملوحه عاليه، في جزء منا بيعيش في حموضه عاليه، في جزء منا بيعيش في الاكسجين، في جزء منا ما بيحتاج للاكسجين. فيروس كورونا نعم زي ما نحن شفناه، شفنا في اعداد كبيره في السودان، شفنا في اعداد كبيره في اوروبا اللي هي تتميز بالمناخ البارد والرطوبه العاليه، لكن في نفس الوقت انا متاكده من الحاجه دي انه هو عنده اوبتيم تمبريتشر، عنده درجه حراره مثلى. لسه نحن ما وصلنا للحاجه دي ولا في زول وصل للحاجه دي، لكن لسه نحن محتاجين نبحث اكثر. نعم. طيب الميكروبات وبحوثها زي ما ذكرتي بتحتاج كثير من الوقت، تحتاج كثير من المجهود، اجراء تجارب وبحوث وقد تنجح وقد تفشل وغيره، وده اللي سعينا والانسان حاليا يعني، وده اهميه العلم اللي احنا نتكلم عنه دائما. طيب ما هي الفيروسات؟ اذا كان الفيروسات جزء من الميكروبات عايز اعرف الفيروس هو شنو وتحديدا كوفيد 19. طيب الميكروبات زي ما ذكرت قبل شويه هي كائنات حيه دقيقه لا ترى بالعين المجرده، معناها نفس من انواع الفيروسات، معناها الفيروسات برضه كائنات حيه دقيقه لا ترى بالعين المجرد. تسبب انواع مختلفه من الامراض، من نزلات البرد البسيطه بتروح ممكن في يوم في يومين على حسب حده المرض، لحد ما ممكن تسبب لنا امراض تؤدي الى الموت اللي هو مرض الكورونا الحالي اللي احنا كلنا بنعاني منه، ربنا يحفظنا كلنا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. الفيروسات هي عباره عن شنو؟ شنو بيميز الفيروسات عن باقي كل الميكروبات؟ شنو بيميزها؟ ده سؤال هي اقوى؟ مش نحن مش شنو بيميزها او شنو بيعيبها؟ ان الفيروسات يا جماعه عشان تقدر تعيش، عشان تقدر تتكاثر، عشان تسبب مرض، عشان تسبب اصابه مرض الكورونا لازم تحتاج الى عائله، تحتاج الى كائن حي، سواء كان انسان سواء كان حيوان. هل هي ميته ام خلايا حيه يعني؟ نحن ممكن نعتبرها ما خلايا ولكن هو كائن حي ينشط لما نحصل شنو؟ لما نلقى له عائله. بيحصل شنو يا جماعه؟ جسم الانسان بصوره عامه مكون من خلايا، مش ملايين الخلايا، الاف الخلايا، مليارات نقول الخلايا، ملايين الخلايا في الاصل عباره عن مجموعه من الجزيئات، والجزيء في الاصل مجموعه من الذره. نفس الحكايه يا جماعه، الميكروبات في الاصل عباره عن خلايا، خليه. الخلية هي مكونة من شنو؟ من غشاء خلوي، من جدار خلوي، من سايتوبلازم وهيكل خلية وغيرها من الأشياء الموجودة داخل الخلية. الفيروسات نرجع ثاني للفيروسات، الفيروسات عبارة عن شنو؟ ما خلية، مكونة من حاجتين فقط، حمض نومي وبروتين. الفيروسات يا جماعة عشان تقدر تنشط، عشان تقدر تسبب الإصابة، عشان تسبب المرض، برجع أكرر الكلام ده عشان الناس توعي الحتة دي، محتاجة لعائلة، محتاجة لإنسان، محتاجة لخلية. طب بيحصل شنو؟ تدخل الفيروسات إلى داخل جسم الإنسان وتصل الى الخليه، بيحصل تفاعل بين البروتين الموجود في الفيروس مع البروتين الموجود في الغشاء الخلوي الموجود في خليه العائل. التفاعل ده بيؤدي الى احداث ثقب موجود في الخليه، عن طريق هذا الثقب تدخل الفيروس او يدخل الفيروس او يدخل تدخل فيروس كورونا كوفيد 19 الى داخل الخليه. بعد ده بيحصل شيء ذكرت في الاول، ان الميكروبات يا جماعه زي الانسان وزي الحيوان، عشان يقدر يعيش لازم يتغذى. تتغذى زينا بالضبط يا جماعه، محتاجه لغذاء. تتغذى من وين؟ تتغذى من الخليه عشان تمسك نفسها، شويه 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 تنشط، شويه شويه تصل لمرحله بسموها مرحله الذروه اللي هي مرحله التكاثر. وفي المرحله دي بتسيطر على اليات الدفاعيه واليات التضاعف الموجوده داخل الخليه. مع انه هي الاليات الدفاعيه بتبدا طوالي بان هي تدافع عن جسم الانسان فور دخول الفيروس، ولا ما يعني هل فعلا الجهاز المناعي طوالي بيقوم بالمقاومه ولا بيحتاج لوقت يعني؟ طوالي مباشره، مجرد ما يحصل دخول للفيروس داخل الخليه وتبدا تنشط الفيروس داخل الخليه، مباشره المنظومه الحيويه خط الدفاع الاول في الجسم او الجهاز المناعي بيبدا يحارب الفيروس. ولكن يا جماعه على حسب مناعه الشخص، على حسب عمر الشخص، على حسب هل عندك امراض مزمنه ولا لا. مناعه الشخص نفسه، مناعة هو شخص كبير لكن مناعته بالضبط كده، المناعه، امراض مزمنه، هل عندك اي مشاكل،
هنتكلم أكثر شوية عن المناعة بعد شوية. طيب جميل، يعني الآن السائد تقوية الجهاز المناعي، وإذا تكلمنا عن تكوينات الجهاز المناعي سواء كان من الغدد الليمفاوية، كريات الدم البيضاء، الطحال وغيره، ممكن هي لو أقل مسببات ممكن تشكل مهدد بالنسبة للجهاز المناعي. لو تكلمنا عن تقوية الجهاز المناعي، لما نتكلم عن تقوية الجهاز المناعي بقول لك الإنسان ده عنده واحد ثاني وواحد أولي، مرات هو من هو صغير بيكون جينات وراثية جهازه المناعي ما صحي، مرات مع يكبر كده بسبب الأمراض المزمنة أو غير المتراكمة ممكن يسبب له ضعف في الجهاز المناعي. فنتكلم عن شنو الجهاز القوي اللي بيضعف شنو الجهاز المناعي وشنو اللي بيقويه. طيب قبل ما اتكلم لسه شويه عن الجهاز المناعي، دايره واصل كلامي قبل شويه، اني انا قلت لما دخل الفيروس داخل الخليه وسيطر على الخليه وتغذى على موارد الخليه وصل لمرحله اسمها الذروه اللي هو كاسر، سيطر على الخليه تماما، على كل موارد الخليه، وصل لمرحله عشان الناس تعرف ليه وليت الزول ده يا جماعه ما جاته اعراض، وليه ده جاته اعراض، اي اليه حدوث الاصابه نفسها، اي وليه ده حامل لمرض لكن ما عنده اعراض، وليه ده طيب المرض ده جاني من وين؟ التساؤلات دي كلها يا جماعه نحن نسالها. لازم نعرف بيحصل شنو داخل جسم الانسان، بيحصل شنو، الفيروس ده بيعمل شنو جوانا، دخل الى الخليه، وصل لمرحله، سيطر على كل الموارد، بقى ينسخ في نفسه، نسخ، نسخ، تكاثر، اتكاثر، وصل لمرحله الخليه بقت غير مفيده بالنسبه له، ما قادر تاكله وما قادر تشربه، بيعمل شنو الفيروس؟ بيهاجم؟ بيهاجم خليه اخرى، وخليه اخرى، وخليه اخرى، لحد ما يصل لشنو؟ انه سيطر على عضو كامل موجود داخل جسم الانسان، وبالتالي بعد لا قدر الله الوفاه. طيب نرجع يجي بعد ده دور الجهاز المناعي. طيب الجهاز المناعي المنظومة الحيوية، منظومة من العمليات الحيوية يا جماعة، بتكون بها شو؟ بتكون بها خلايا جسم الإنسان عشان تحارب مختلف الأمراض، عشان تحارب مختلف الميكروبات، عشان تحارب الكورونا، عشان تحارب الفيروسات، عشان تقوية الجهاز المناعي بأشياء مختلفة يا جماعة، تكون درع للإنسان جدا. خلينا حسن نتكلم عن الحاجات، حاجات بسيطة جدا جدا. أول شيء الغذاء المتوازن، ثاني حاجة الحركة يا جماعة، نحن كلنا حاسة قاعدين في بيوتنا لكن للأسف ما نتحرك بالضبط كده، الحركة، الاستريس يا جماعة، التوتر، شرب الماء الكثير، كل الحاجات دي من شأنها إنها تقوي أو تقلل من الجهاز المناعي. بالنسبة للغذاء المتوازن يا جماعة عشان نحن نقدر نعيش، يعني الجهاز المناعي نفسه عنده عامل نفسي، يعني تقوية الجهاز المناعي مرتبطة برضه بالصحة النفسية، مرتبطة بالصحة النفسية، مرتبطة بالحركة، مرتبطة بالنوم، مرتبطة بطبيعة أكلك، بنوعية غذائك، وأهم حاجة مرتبطة بها الجهاز المناعي وأنا بشدد عليها وهو الغذاء المتوازن. لما نقول غذاء متوازن يعني شنو؟ نوعية الغذاء اللي أنت بتتناوله يا جماعة، الغذاء عبارة عن شنو؟ حتى يستطيع الجسم القيام بالوظائف المختلفة لابد من الغذاء. في الأصل عبارة عن شنو الغذاء؟ عبارة عن بروتينات، عبارة عن دهون، عبارة عن فيتامينات وغيرها وغيرها وغيرها. كل هذه المركبات الكيميائية تدخل داخل جسم الإنسان، كل واحد عنده وظيفة مختلفة. اللي بيهمنا يا جماعة في تقوية الجهاز المناعي وهي الفيتامينات، المينرالز أو العناصر المعدنية من القهوة، في الخضروات، في الفواكه، منتجات الألبان، السمك، الحاجات الزي دي يا جماعه نكثر منها شديد تؤدي الى تقويه المناعه الجهاز المناعي. شنو من المشروبات اللي ممكن يكون عندها يعني تقويه الجهاز المناعي؟ حاليا يمكن كثير من الناس سمعت ان البرتقال، الجوافه في الاونه الاخيره، الكركديه، مشروباتنا التقليديه، البونجوليز والتبلدي زي ما بنقول، دي كلها يعني دايرين نعرف مدى قدرتها على ان هي تمدنا بالفيتامينات، خاصه فيتامين سي اللي هو الانسان حاليا في حوجه له. جميع انواع الفيتامينات، ما بس فيتامين سي، جميع انواع الفيتامينات يحتاجها حاليا جسم الانسان لتقويه الجهاز المناعي. من اهم هذه المشروبات اي مشروب يحتوي على فيتامينات، اي مشروب يحتوي على عناصر معدنيه، هو يمد الانسان بالجسم، يمد الجسم يؤدي الى تقويه الجسم. عايزين امثله لمشروبات في متناول كل الشعب السوداني؟ عصير الليمون لكن يكون خالي من السكر، لان السكر يا جماعه يضعف الجهاز المناعي. عصير البرتقال، عصير الجروب فروت، كل الحمضيات، الثوم يا جماعه، الثوم الواحد ده بيؤدي الى تقويه الجهاز المناعي. العنصر الزنك اللي نلقاه في بعض الاغذيه زي السمك، المشروبات، منتجات الألبان وغيرها من الأشياء. دكتور شفق، يعني بنسمع خاصة مع تكذيبنا أو إصحاحنا لوجود فيروس كورونا اللي هو منتشر، لكن في بعض الناس في مجتمعاتنا السودانية قد لا تصدق، يعني عندنا كورونا دي الزول تجيه كورونا طوالي من مركز العزل للمغابر لا قدر الله، يعني ففي نسب تشافي كبيرة جدا بالنسبة لفيروس كورونا، ذكرنا على حسب جهاز مناعة الإنسان اللي هو بيقاوم الفيروس اللي بيدخل لجسمه. فعايزين نعرف البقى هو الآن متعافي على أرض الواقع اللي بعد أصابه فيروس كورونا،
شوفي كيف يعني، هل هو كان جهازه المناعي قوي دعمه بكل التفاصيل ذكرتيها الآن؟ أيوة صح، هو بتختلف غالبا يكون هو الجهاز المناعي هو السبب في إنه الشخص ده يشفى، لكن في حاجة تانية نحن عشان نقدر نحدد الحاجة دي لازم نعرف بيحصل شنو بالتليل داخل جسم الإنسان، بيحصل شنو داخل خلية، ما هي بتمر الفيروس ده لحد ما يسيطر سيطرة عامة أو لحد ما تحصل الأعراض المرضية أو لحد ما يحصل إصابة بالمرض، لازم الفيروس يصل لمرحلة إنه يحصل تكاثر. لو ما وصل لمرحلة التكاثر معناه الشخص ده حامل للمرض، ولكن ممكن هو في نفسه حامل للفيروس ولكن هو في نفسه ما بسببه ما عنده أعراض مرضية، معناها بيعتمد على الحاجة دي على حسب وصل يا مرحلة الفيروس ده، هل وصل لمرحلة التكاثر؟ هل استطاع أن يسيطر سيطرة تامة على مكونات الخلية وبالتالي أدى إلى مرحلة التضاعف؟ وصل لمرحلة الذرة؟ هل استطاع هذا الفيروس داخل جسم الإنسان أن ينتقل من خلية إلى أخرى؟ هل استطاع أن ينتقل من عائل إلى عائل، من شخص إلى شخص، ولا عزلنا نفسنا وقعدنا في بيتنا؟ عشان كده يا جماعة العزل ده ما جزاء. ما أنا قلت لك قبل شوية إنه الفيروس عشان يقدر يتكاثر محتاج لشنو؟ بيصل لمرحلة بيبقى أعداده كبيرة جدا جدا، خلايا جسم الكائن الحي الواحد عائل الواحد ما كفاية بالنسبة له من مأكل ومشرب وغيره وغيره وغيره، فيبدأ يبحث عن شنو؟ يبحث عن شنو؟ يبحث عن بدائل جديدة، يبحث عن عائل جديد، يبحث عن كائن حي جديد إنسان أو حيوان. والله أنت عارف يا دكتورة شفاق الموضوع ده متسلسل، يعني لو تكلمنا عن الفيروس ذاته ونتكلم عن أصحاب الأمراض المزمنة اللي بيكون مع مضاعفة الأمراض ممكن يقل جهازهم المناعي، نتكلم إن شاء الله في حلقات قادمة فيما يهم الجهاز المناعي وتغذيته وتقويته حتى بالنسبة للأمراض المعينة وتكون هي سلسلة متواصلة عبر صباح الشروق. احنا مقدرين جدا على كل الإفادات والإضاءات اللي قدمتيها من خلال صباح الشروق دكتور شفق كركسا، أستاذ مساعد بجامعة أفريقيا العالمية ومدير مركز التدريب والتنمية الريفية بالعلفون وأيضا رئيس قسم الأغذية بجامعة أفريقيا العالمية. كتر خيرك. شكرا لك. شكرا دكتورة شفق.